لكل امرئ ما نوى الى اخر الحديث. فنتعاهد مع الله في هذه اللحظه وفي هذه الثانيه ان شاء الله اننا نجدد النيه اننا ما جلسنا وما حضرنا في هذا المكان وما تجمعنا في هذا المكان الا لله سبحانه وتعالى، كما وضع فضيله الشيخ ان احنا كل واحد سايق اعماله زي ما قلنا بنيه معينه، فلنتفق ان تكون هذه النيه محدده وليست للفرجه ولا تضيع الوقت ولا الشهره ولا ان انا اشوف ناس بتتكلم في ايه ولا اشوف الناس تشوفني وتبص ده وحدا، ولكن يوحد الهدف ويكون الهدف خالصا لوجه الله تعالى. الفكره يا احبابي ان احنا الحفله ديت بمناسبه الافتتاح جمعيه عز التل الاهليه. طبعا هي اكبر من كلمه عز التل، يعني الجمعيه اسمها عز التل هو الاسم الرسمي للحكومه، لكن المساله مش مساله عز التل، مساله منطقه. مساله منطقه، المنطقه دي تشمل عز التل، الغربله، ابو الخير، حنانه، نصف مدينه الاسماعيليه. ولازم نعرف ايه فكره الجمعيه دي، فكره الجمعيه قائمه على ايه؟ الجمعيه قائمه على فكره محدده وهي فكره التكامل، فكره التكامل والتكافل. يعني ايه تكامل؟ يعني اي مجتمع في العالم سواء المجتمع دي في امريكا، في القاهره، في ليبيا، في السودان، في اي مكان، في عناصر مختلفه، اي مجتمع في عناصر مختلفه. اي مجتمع في واحد غني وواحد فقير. واحد متعلم علام عالي خالص واحد مش بيعرف بالالف بالبيت. واحد من عيله كبيره خالص فيها 500 نفر، وواحد قاعد كده مع ابوه وامه في بيت واحد مش اللي هم مش بيقربوا لحد مكان خالص. فالهدف ان احنا نعمل عمليه انصهار للمجتمع وتكامل. يعني ايه تكامل؟ يعني بنبحث عن العناصر المميزه لكل انسان، يعني لو فرضنا المسافه اللي واخد فيها حوالي 200 شخص. كل شخص في 200 فيه عنصر مش موجود في الشخص اللي قاعد جنبه على طول. في واحد قاعد على الكرسي الاولاني راجل ميسور الحاله الماليه. واحد قاعد وراه في الصف الثاني عنده ذكاء خارق. واحد قاعد في الصف الثالث متكلم ولبق وفصيح 100 100. وفي واحد عنده حرفه ما حدش عملها غيره، يعني كل واحد من الناس اللي قاعدين دول عنده موهبه او عنصر يتميز فيه عن اي واحد ثاني قاعد جنبه. فاحنا لازم نقول ان العناصر دي تتكامل مع بعضها، تتكامل مع بعضها. فالجمعيه دي ما هي الا وسيله عشان نحقق الهدف ده. الجمعيه في علم الدم اللي بتكلم عليه اليوم دي هي وسيله عشان نحقق العنصر التكامل اللي احنا بنأكده بعد مع بعض. فلان معه دكتوراه ومدرس كويس، ناخد 20 ساعه من وقته. فلان راجل حداد، تعالى لو سمحت اعمل لنا شباك في الحته الفلانيه. نبحث في المشاكل الاجتماعيه اللي في عز التل ومرمدة او الخير والاماكن اللي فيها الملك على
جنيه ليه اشتراك شهري. سيدنا محمد خير منكم لي وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته حتى الى يوم الدين. في البدايه ارحب بالساده الحضور والضيوف الذين لقوا دعوتنا بحضور هذا الحفل الكريم. كما اتقدم بخالص العزاء للاستاذ محمد احمد قليصه والكابتن السيد حسن الشاوي في عقيدتهما، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوسع للفقيدين في قبرهما ويسكنهما فسيح جناته. من باب نسب الفضل الى اهله، فان الفضل في انشاء هذه الجمعيه يرجع للاستاذ محسن عبد السميع والاستاذ محمد ابراهيم حسين والاستاذ محمد الدجاموني والاستاذ حامد وعده اشخاص، فلهم الفضل كل الفضل في انشاء هذه الجمعيه. وهؤلاء الافراد كانوا يعملوا بشكل غير رسمي منذ عده سنوات، ولاقوا ما لاقوا من مصاعب ومن احراج ومضايقات، لذلك اثرنا ان احنا نقوم بهذا العمل في شكل رسمي وفي شكل قانوني. فلذلك قمنا باشهار هذه الجمعيه، وتم الموافقه عليها من قبل وزاره التضامن ومن عده جهات معنيه، منها من الدوله وجميع الجهات الحكوميه المنوطه في اشهار هذه الجمعيات. والشكل الرسمي ده بيدينا عدة ميزات، منها ان انت بتعمل من خلال منظومة ثابتة. هذه المنظومة لا تتعلق عملها بعمل